الجوالات استبدلت الكثير من الأشياء اللي موجودة في حياتنا، وحتى نافست الكثير من الصناعات زي صناعة الـ PSP اللي بدت 2004 والجوال كان سبب قتله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم فيصل السيف، وهذا هو البلاي ستيشن بورتبل. الجهاز هذا اللي طلع على نقدر نقول 2004، والمفروض أنه كان من أقوى الأجهزة اللي المفروض تغير وجهة نظرنا للألعاب المحمولة بشكل جدا جذري. وتكلمنا على الجهاز هذا، نتكلم على شوف هذا الديسك كان يشتغل، ديسكات زي كذا، هذه الديسكات تصير تحطها هنا كأنك قاعد تكلم على CD مصغر، تحطه على نفس الجهاز، ومن خلاله وضعك لنفس الجهاز تصير تبدأ تلعب ألعاب بشكل كامل. بلاي ستيشن بورتابل سوى ثورة في عام 2004، ودخل في المنافسة بشكل جدا قوي مع النينتندو. فشركة نينتندو كان نفسها لقوا أن البلاي ستيشن منافس جدا كويس لهم. خلنا أوكي نروح إكزيت، نروح للمنيو الأساسية، الصوت انت حق الديسك اللي قاعد يشتغل. فالبلاي ستيشن بورتبل تقدر تربطه بالواي فاي، يعطيك امكانيات قويه، اعطاك الشاشه 4 انش وشوي، واعطاك امكانيات خلت المنافسه جدا محتده بينهم وبين نينتندو. وتوقعنا بالفعل ان المنافسه هذه تتطور اكثر، خاصه ان البلاي ستيشن جابوا اسماء كثيره، ولكن مع الجوال وتطور الجوال فامكانيات اقوى وقدرات اكثر للجوالات والاجهزه الذكيه، اضافت امكانيات اكثر في الالعاب اللي تنزل على الاجهزه الذكيه. في عام 2007 اعادوا الاطلاق بلاي ستيشن للجهاز بنفسه، وطلعوا نسخه سليم لايت خفيفه تكون افضل واوهف. رجعوا بعدين جابوا شيء اسمه بلاي ستيشن فيتا، حاولوا يطلقوه للناس، يقنعوا الناس في انه هذا هو التطور وفي امكانيات قويه موجوده في هذا الجهاز. المنافسه راحت، بي اس بي برا المعادله، الجوالات هي المنافسه الاقوى. وتوقعوا ايضا في المستقبل استغناء اكثر عن كثير من الاجهزه والقطاعات اللي يتم استبدالها بالاجهزه الذكيه. لما نتكلم على سبيل المثال، كثير من أنا كان لازم يملك لابتوب قبل 5 سنوات، الحين مو كثير مننا يبغى لابتوب، يعني كثير قاعد يخلص أموره على الجوال، على آيفونه، على السامسونج، على الجالكسي، قاعد يخلص أموره كلها. فليش أنا أشتري كاميرا احترافية؟ أو ليش يكون عندي كمبيوتر صعب قوي جدا عتاد وممتاز؟ ليش يكون عندي جهاز تسجيل صوت؟ الأشياء كلها تستبدل. فأيضا ليش يكون عندي جهاز ألعاب؟ جوالي منه فيه أنا أقدر ألعب. هذا كان شيء ثوري، ما كان في كاميرا، كان نسخة أولى، كان عندكم بطارية 1200 ملي أمب تقريبا، كان عندك تربطه بالواي فاي، عندك أشياء رايقة. شغل الكاميرا، يعني يقول لي أوكي شغل الكاميرا، يقول لك اشبك الكاميرا. المنفذ اللي موجود ميني يو اس بي موجود عندكم، يعني حركة، والله الجهاز يعني حركة، له ذكريات جميلة الجهاز. ولكن يظل قطاعات كثيرة تغيرت وقطاع كثيرة حتتغير أيضا. الله يرحم هذا البي اس بي. فنقول هذا كان من الذاكره بي اس بي، اشياء يمكن من 13 سنه لا شيء وناسه. جيلنا، لا مو جيلنا، هذا الجيل اللي بعدي. نهايه الفيديو، كل فيديو سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.